ما حكم تجميل الأسنان من برد وتركيب وتبييض؟ يعني فيه في تفصيل صراحة. إذا كان علاجا فجائز، العلاج جائز، كان تكون هناك فتحات بين الأسنان تؤذيه أو تجمع اللحم أو شيء، أو كان فيها آلام أو شيء، فهذا ما في بس يعني بوصية الطبيب. أما إذا كان تجمل إنسان يبرد الأسنان، لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال التفلج هذا طيب، والتفلج محرم، ما يجوز أبدا، ما يجوز تفليج الأسنان، لعن النبي صلى الله عليه وسلم تفليجات بالحسن. لكن إذا كان علاجا فلا، أما التبييض فهو أهون من ذلك بكثير. يعني التبييض ما لا بأس به، لكن برد الأسنان وجعل فتحات بين الأسنان أو تسويتها وكذا كله لا يجوز إذا لم يكن علاجا. نعم.